انت من يوم ما صاحبتي ياسر الحبشي وانا ما بقتش عارفه افهمك. وتفهميني ليه يا اختي؟ ان شاء الله. بقول لك ايه يا بت انت، خليكي في حالك وسيبيني في اللي انا فيه عشان بفكر في حاجه مهمه. طب على فكره صاحبك خرج من السجن. منصور نفد منها ابن الكلب. له نصيب يشوف العذاب على ايدي ابن الجزمه. طب وايوب اخباره ايه؟ فتح محل صغير وقاعد فيه. محل ايه ده يا اختي؟ ان شاء الله. لا مش عارفه. ولما تتسمى رغده؟ نسيت اقول لك، في حركه غريبه كده في الشقه، تقولي ايش هتعزل. طب انا عايزاكي تخلي بالك كويس قوي من البت دي، عشان البت دي تربيت شوارع وانا عارفاها، وبعدين اليومين دول كل واحد فينا سن سكاكينه للتاني، فلازم نخلي بالنا كويس قوي، عشان اول ما حد فينا هيتدور هتتقري عليه الفاتحه. عناية ليكي بس. ما تبسبسيش بقى، انت تعملي اللي انا قلتلك عليه وبس، وبعد كده يا ريت لما تحصل حاجه ما تبقيش تنسيها وتقولي لي عليها في ساعتها. حاضر، بس برضه مش هتقولي بتفكري في ايه. بقول لك يا سميه، ما توجعليش دماغي. انا عايزاكي صحيح تجهزي الباسبور بتاعك، عشان الفتره اللي جايه انت هتسافري بدالي تجيبي بضاعه. هسافر؟ اه يا اختي تسافري. ايه، صغيره على السفر ولا صغيره على السفر؟ بصي بقى، الواد ياسر كلم واحد صاحبه في لبنان، اتفق معاه انه يدينا بضاعه اول مره تنزل مصر. وطبعا بما انك بتقولي انك شاركتي في كل حاجه، فانا قلت يعني خليكي تعملي حاجه بالقرش اللي بتاخديه بدل قعدتك دي. فانت هتسافري مكان تستلمي البضاعه، وهستغلك في حاجه وانت راجعه. انت مش جوز اختك لسه شغال في المطار؟ اه. حلو قوي، يعني كده هنقدر ندخل البضاعه من غير ما ندفع جمارك. السفر ده محتاج اجراءات وحاجات كده لوازم. يا اختي انت فاكره نفسك طالعه على امريكا؟ دي لبنان، يعني في القريب. اجهزي انت بس وظبطي نفسك للسفر وربنا معاكي. ماشي. هاتي ورق الشركه الزفت دي حالا وصور بطاي بسرعه. معاه كده منصور عباري يتعامل معاه كده؟ ايوه يا متر. اسمعني كويس عشان مفيش وقت. انا عرفت ان البنك فرغ الكاميرات وحدد صورتك انت ولطفي، ولطفي مات يعني ما تبقاش غيرك انت. لازم تلحق نفسك قبل ما تتعرف شخصيتك ونلاقيك متكلبش خلفي. متأكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لو انت عندك غيره قولي. Thank you.
الله ينور عليك يا ريس. الله ينور عليك. صاحبك هبق. هبق؟ خلع. مين؟ ماهر. قطرته لحد ما وصل المطار. يلا ريح واستريح ولينا خلصنا منه. هو انا مش هشتغل بقى؟ انت شغال اهو. لا انا اقصد يعني ان الدكانه دي صغيره قوي، ده لو قعدنا انا وانت فيها مش هتقضينا، لو انت محرج مني قول. بكره هفكرك ان المكان ده هيبقى اكبر مكان في الدنيا. يا رب. ايوه ايوه كبير، السور استوى وعاملين له دخله في الحجز النهارده. يبقى لازم نبارك له بقى.